نروح لدوري الممتاز به، الدوري القوي اللي فيه ثلاث مجموعات، ودايما يعني كل الانديه بتغطي كل محافظات مصر، كل محافظات مصر، الصعيد، بحري، الدلتا، العريش، مطروح، القاهره والقناه، يعني كل حته في مصر لازم يكون عندها نادي بيلعب فيه الدوري الممتاز به. استاذ احمد القصاص بقى الدينامو بتاع الدوري ده، ثلاث دوريات في دوري، بنرحب بيه طبعا، وببقى سعيد جدا بصراحه بالفقره دي، بتجيب لنا كل الماتشات وكل الاهداف وكل الاخبار والاحداث في دوري الممتاز به. ومصر كلها سعيده بيك. الله يخليك. وبالفقره دي تحديدا حبيبي حبيبي، انت قلت ثلاث دوريات في دوري. بالظبط. تمام صح. يعني احنا دايما بنشبه او دايما بنمشي في بلوايح في القسم الاول والثاني. ايوه مش كده؟ يعني انتوا عندكم فوق 18 فرقه في الدوري الممتاز. تمام تمام. كل الانديه بتطالب ان يبقى في تكافؤ في كل حاجه حتى في اللوائح. انت فوق بتهبط كام فرقه؟ ثلاثه. ثلاثه 18. واحنا عندنا كل مجموعه كام فرقه؟ اربعه. لا كام فرقه؟ 16. 18. لا 16. 16 يعني 48 بتهبط اربعه. وانت 18 بتهبط ثلاثه. طب يعني احنا اولاد البطه البيضاء السوداء وانتوا اولاد البطه البيضاء لو في الممتاز بيه يعني. يعني انت طب ما تخلي اللائحه من الموسم الجديد كاتحاد كوره تشتغل كده بشكل بروفيشنال. ما انت بتصعد برضه، خلي بالك اربعات. معلش انت عندك مجموعات كتيره في القسم الثالث. لا ما انا بنصعد برضه ثلاثه فوق. انا فوق ما استفدتش. انت بتعمل لي لائحه في جميع دوريات العالم. واحنا عايزين الدنيا تحت تتظبط. اللائحه موحده. اي دوريات في العالم في القسم الاول، في الثاني، في الثالث، في الرابع. يبقى انت السنه الجايه او الايام اللي جايه تهبط تاخد قرار. ما انت كده عندك عوار في اللائحه. عدلت كذا قرار في اللائحه السنه دي. يبقى انت خلاص العوار موجود. يبقى انت طالما العوار موجود يبقى انت تاخد قرار ان الهبوط يبقى ثلاثه. يعني انت الانديه كل الانديه بتطالب ثلاث فرق تنزل. بالظبط. خاصه ان احنا ايه، ده طلب جماعي. ده طلب جماعي من الانديه. تمام. الانديه برضو لها مطلب تاني. ايه؟ كل معظم رؤساء الانديه كلموني اللي هو انك انت اول ما تخلص دوري قبل رمضان، يعني يوم 29/3 هيتوقف الدوري. هيتوقف الدوري طول شهر رمضان. تمام. اللجنه استجابت لنا هنا تحديدا. ايوه. محدش ناقش القصه دي غير انا وانت. والحمد لله اللجنه بصراحه ولا اروع ولا اجمل، اذا كان جمال علام او الدكتور ايهاب اللي بيفسروا الحاجات ديت وبياخدوا القرارات اللي هي لصالح العام. لصالح العام الدكتور ايهاب الكومي بصراحه. فالناس كلها بتطالب بايه؟ انت خلاص هتقعد شهر اهو، مش هتلعب في رمضان، مش هتلعب. يبقى انت خلال الفتره ديت كاتحاد كره تحدد شكل الدوري السنه الجايه. هيبدا امتى وينتهي امتى؟ ما تخليش الناس تستنى بعد رمضان. هو هيبدا كمان شهر. هيبقى ناقص كام جوله بعد رمضان؟ خلاص خمس جولات. خمس جولات بس. وزي ما قلت لك برضو، مش احنا قلنا يعني كده؟ يعني خمس جولات يتلعبوا في شهر ونص. في الاسبوع الاول من سته. يتلعبوا في شهر ونص. وده اللي انا قلته، حتى لو انت في التوقف ده خدت الفتره اجازه عادي 20 يوم او 25 يوم ما كانش هيأثر عليك، كنت هتنهي الدوري برضو في شهر 7. تمام. شهر 7 هتستنى ال 30/8 اما الممتاز يخلص عشان الثلاث فرق يهبطوا من فوق. يبقى انت الانديه كلها بتطالب انك تحدد من دلوقتي بعد افريقيا يرجع ان شاء الله ونكون فزنا افريقيا، يرجع اتحاد الكره من هناك، اقعدوا خدوا قرار الاول شكل الدوري السنه الجايه امتى، يبدا امتى وينتهي امتى. تمام. ده بالنسبه للممتاز بيه يعني. للممتاز بيه عشان الناس تبقى عارفه اللي لها واللي عليها. تمام. نادي نروح بقى للتغييرات المدربين. في مدربين تغيرت الاسبوع ده؟ نادي الرجاء غير طبعا، طارق محجوب مشي. ده الرجاء بيغير كتير قوي. انا جاي لك اهو بقى. عبد السعد ابو صندوق السنه دي انا جاي لك. مفيش مدرب. الله يكون في عونه. مفيش مدرب بيقعد اربع خمس ماتشات. الله يكون في عونه شكلا وموضوعا. جاب مين؟ جاب محمد عوض رئيس قطاع الناشئين، صعده. لا القرار الثاني بقى خد ايه؟ ودي مفاجاه، وكانت مفاجاه ليا شخصيا، ان هو خلاص هيبيع كل اللعيبه اللي عنده وهيلعب بالناشئين. نظرا لان الحاج سعد ابو صندوق السنه اللي فاتت والسنه دي الله يكون في عونه تقريبا هو لوحده اللي بيصرف على النادي. النادي ما عندوش، مفيش دعم من المحافظه، مفيش مبنى نادي. ما عندوش موارد، ودي كارثه من ضمن الكوارث. عشان كده هو خد قرار خلاص هيلعب بالناشئين ايا كانت. ممكن يهبط كده للثالث. ما خلاص ده مش ممكن، ده هيبقى مؤكد. هيبقى يعني الا اذا كان بقى الناشئين دولت يعني قلبوا الموازين. قلبوا الموازين بتاعتنا والارقام بتاعتنا. لكن هو خد القرار ده النهارده وقال كده وخلاص ومشى المدرب عشان ما عندوش امكانيات تصرف على النادي. وانا بقول هنا بقى دي نقطه تدخلنا لحاجه ثانيه مهمه. اتحاد الكره يبقى عنده بند خاص للظروف القهريه للانديه. في انديه
زي الرجاء وانديه كتير ما عندهاش غير مبنى بس صغير. المبنى ده ما فيهوش محلات وما عندوش حمام سباحه، مش موارد يعني. ما هو عندوش موارد. يبقى في ظروف قهريه، ونادي الرجاء ظروف قهريه. اتمنى ان اتحاد الكوره يتدخل ويدعم الرجاء بصفه استثنائيه، لان ده بيمثل محافظه كبيره. تمام. اتمنى يكون القرار ده جاي. الحاجه الثانيه والمهمه، انديه الشركات معظمهم رؤساء الانديه كلموني بيشتكوا ان احنا دايما بنيجي نقول ايه الانديه الجماهيريه وانديه، لا هم كلهم وضحوا لي وانا سعيد بكده. احمد نبيل طبعا كان في ابو قير، واحمد سعد في التليفونات، قال الانديه الشركات دي بتدعم، بتمد الكره المصريه بكتير من الايه، يعني هي سبب صناعه الكره في مصر. تمام. والدليل ان محمد صلاح طلع من نادي سكه حي طنطا، ما هو ادي نادي شركه طلع الناس، او يعني حتى لو ما طلعش كل لعيبه مصر طلع بقى، وايمن شوقي والكروم ومحروس جمعه والكروم، سيبك من كل ده، كفايه عليك واحد بس محمد صلاح بالدنيا بحال، انك انت من نادي الشركه. فالناس كلها بتقول ادونا حقنا، لان احنا بنتعب وبنعمل، وخاصه انك انت عندك تجربه جديده، هتبقى انا متاكد ان التجربه ديت هتبقى حديث العالم تقريبا فاركو السنه الجايه. خد الكلام ده مني، فاركو وراه كتيبه عمل من خلف الكواليس بتشتغل بشكل احترافي استثماري، دول هيطبقوا حاجات في كره القدم السنه الجايه. انا بقول لك فاركو إيه يعني هم بيفكروا في حاجات للمستقبل، شغل استثماري يعني، شغل استثماري يعني. وانا متاكد انهم هينجحوا، لان هم يقدروا يعملوا ديت، وخاصة انهم عندهم قطعة ارض وبيفكروا انهم يعملوا استاد. الناس ديت دي اندية شركات، لا احنا ما بنغفلش حق اندية شركات، لا بندي كلها، بس احنا بنقول ايه، بنحافظ على الاندية الجماهيرية. تمام. لان هي ديت ايه، الكورة هو ده الجمهور. في اقالات تانية؟ طبعا مدربين تانية؟ طبعا الالومنيوم كابتن محمود مرزوقي، وحي طبعا بكره هياخدوا القرار بالمدرب الجديد. والكابتن محمود مرزوقي اعتذر لرئيس مجلس الإدارة، ليه؟ لان هو موظف في سفاجة، فقطعوا الاجازه، في صعوبه في ان هو يوفق بين الايه، الشركه وبين النادي. كيما اسوان طبعا تم رحيل كابتن سعيد عبد العزيز، مشي كان في بعض المشاكل يعني، ماشيين برضه مش بعيد يعني. انا شايف ان القرار خاطئ. يعني كيما يعني كابتن سعيد اللي مشي، ولا مش اداره يعني كيما اللي مشيته، حصل في مشاكل ولبسه، عشان نتكلمه في القصه دي عايزه يوم لوحده. لكن هو المهم انهم اتفقوا يعني تراضوا، هيسددوا الشرط الجزائي لكابتن سعيد. ومين هيمسك كيما؟ اسامه رجب، وطبعا كابتن بوده هناك مع رئيس مجلس اداره الشركه يعني رشحوا اكتر من المدير الفني، لكن الاقرب مني انا بقول لك اهوت كابتن حسين عبد اللطيف، هو اللي بقوه هيمسك كيما اسوان. خاصه انه ايه يعني، اتكلم مع رئيس الشركه النهارده وتفاوض معاه، وممكن يكون الاقرب ان هو يمسك فرقه كيما اسوان. نخش في الماتشات؟ نخش في الماتشات عشان عندنا ماتشات كتير، انت جايب لنا كل الماتشات النهارده. تمام. نبدا بالمجموعه الاولى، مجموعه الصعيد. خلينا نشوف كده النتائج مع بعض. المدينه المنوره فوز على البداري 2-1، المنيا فوز على تليفونات بني سويف 2-1، المنيا فائت الفتره اللي فاتت مع الكابتن ابو العينين شحاته. سوهاج ثلاث انتصارات متتاليه، حاجه جميله جدا، رجعت للمنافسه تاني. ورجع، وبعدين ايه، هزيمه اسوان وكيما الاسبوع ده دخل لك بقى مين؟ قرب المنيا. لا دخل المنيا اربع فرق معاه بقى صح. هنشوف دلوقتي. سوهاج فازت على قنا 2-1، الاعلاميين فوز على اسوان المتصدر 1-0، كيما اسوان كمان اتغلب من طاميه، مركز شباب طاميه كابتن نادر السيد، عامل نتائج كويسه مع مركز شباب طاميه، كسب بالزبط. كيما اسوان في اسوان 1-0، الالومنيوم فاز على بني سويف 2-1، بترول اسيوط كسب الفيوم 3-0، وتعادل سلبي ما بين ديروت وملاوي 0-0. اما يبقى عندك منظومه بتشتغل بروفيشنال شويه زي طاميه ديت، نادر السيد وعبد المنعم حسن الناس موجوده، لا بتظهر النتائج على طول. دي مباراه المدينه المنوره والبداري، المدينه المنوره لابس التيشيرت الابيض وبتقدم المدينه المنوره 1-0 على البداري بهدف احمد ماهر من ضربه راسيه، وبعدين نزلت لاحمد ماهر سندها بصدره وحط الهدف الاول. دي مباراه المدينه المنوره والبداري في الاقصر. في ملعب الاقصر اللي هي بلد المدينه المنوره. وده الهدف الثاني للمدينه المنوره عن طريق محمود زكي. كده المدينه المنوره 2-0. اتعملت ثرو باس حلوه قوي ما فيهاش اوف سايد، ومحمود زكي حط الهدف الثاني للمدينه المنوره. المدينه المنوره بيدربها محمد عويس. ايوه. وده هدف الوحيد للبداري، الحسن حازم رائع. كابتن محمد عويس رغم الانتصارات ديت ما قبضش مرتبه من 3 شهور من نادي المدينه. ايوه. ومرتبه كام؟ 6000 جنيه. يعني مدربين بتحقق نتائج روعه وبتقبض ملاليم. دي مباراه المنيا والتليفونات 2-1 لصالح المنيا، المنيا لابس احمر، وده الهدف الاول احمد ترك مهاجم المنيا. عايز برضه التصوير في المنيا يبقى المفروض افضل من كده، المنيا نادي كبير
ولازم يبقوا يعني بيصوروا الماتشات احسن من كده. ده الهدف الثاني برضو احمد ترك لاعب المنيا بضربه راسيه هو اللي جاب الجولين. احمد ترك اللي جاب الجولين. والله عندهم مركز اعلامي كويس جدا. ايه بس التصوير عايزينه افضل. جمال محمد في المركز الاعلامي شكل تصوير موبايل ده. صح؟ وده هدف تليفونات بني السويف عن طريق هيثم علي. وانتهت المباراه 2-1 لصالح المني. اللي خد الكوره اللي هو جاي من ورا مش الاوفسايد. مش اللي واقف اوفسايد. كمان ما قننش فيها عملها بالعرض. انديه كتير ما كانتش بتصور يا كابتن. بالعلاقات الشخصيه معاهم بداوا يصوروا. ايوه. دي سوهاج وقنا 2-1 لصالح سوهاج. بس انا اللي بدات بالتهديف. ايوه. انا اللي لابسه احمر. اسماعيل طلعت بضربه راسيه من كورنر تقدم لنادي قنا 1-0. وبعدين سوهاج محمد عماد عطيته. هيتعادل لسوهاج. هنا الكره دي كان حارس قنا لازم ياخدها. اخطاء حراس كتير مش انا بقول لك. بس الكره اتلعبت بعرض. بص وهي بتتلعب بالعرض كان قدام حارس المرمى يعني ممكن حارس المرمى لو خد خطوه يمسكها. بص خطوه واحده بص سابها. راحت لعطيته هو تردد. حط عطيته هدف التعادل لسوهاج. وده تصوير برضو مؤمن زكريا في سوهاج. التصوير حلو ده. وبعدين سوهاج في الشوط الثاني عن طريق مؤمن حسن تسديده قويه بيحرز الهدف الثاني لسوهاج. وسوهاج بتكسب انا 2-1. دي مباراة الإعلاميين وأسوان في ملعب الإعلاميين هنا في 6 أكتوبر وهدف من ضربة حرة ثابتة لصالح الإعلاميين. حطها حلوة قوي في زاوية حارس المرمى أحمد تيمور لاعب الإعلاميين. ويعني مفاجأة إن الإعلاميين يكسب أسوان 1-0. طبعًا. عطلت أسوان شوية يا أستاذ أحمد. طبعًا. بس كيما برضو اتغلبت فيعتبر إيه؟ يعني الاتنين اتغلبوا. المستويات متقاربة في مجموعة الصعيد. دي مباراة كيما أسوان ومركز شباب طامية والهدف المباراة الوحيد لصالح مركز شباب طامية. عن طريق احمد سالم وفوز طاميه على كيما اسوان فاسوان 1-0. طبعا المدافع حاول يطلعها ولكن فشل ان هو يطلعها. دي مباراه الالومنيوم مع بني سويف 2-1 لصالح الالومنيوم. ده الهدف الاول الالومنيوم مصطفى عفروتو. مصطفى عفروتو بتاع الاهلي؟ لا واحد تاني. لا واحد تاني. وده الهدف التاني الالومنيوم محمد طلبه 2-0 كده للالومنيوم. وبعدين بني سويف هيجيب الهدف الوحيد من ضربه جزاء بلال زكريا. مباراه الفيوم وبترول اسيوط 3-0 لصالح بترول اسيوط. ده الهدف الاول بترول اسيوط بالاحمر وليد عطيه. وليد عطيه ده هداف بترول اسيوط كل اسبوع. كل اسبوع زعله هدف. فوز كبير برضه ان بترول اسيوط يكسب الفيوم 3. دي نتيجه كبيره خاصه في ظل الانتفاضه الاخيره في الفيوم في انتصاراته. ده كمان المفروض ده ملعب الفيوم صح؟ بيلعبوا على ملعب الاسيوطي. لا بيلعبوا على الاسيوطي. على الاسيوطي. ما هو ده الاسيوطي. وده ده. علي الفرارجي. ايوه لعيب مهاجم بترول اسيوط. لعيب والله. بص هيجيب جون اهوت. في جون هيجيبه. الجون ده بص شوف الجون بص منين. ايه ده لوب من نص الملعب؟ قبل نص الملعب. الله قبل نص الملعب. ده علي الفرارجي برضه. علي الفرارجي ده لعيب مميز جدا. بس ده من بعيد قوي. قبل نص الملعب بايه؟ هدف ده هدف الاسبوع ده. بص منين؟ هدف الاسبوع. طبعا هدف الموسم. هدف الاسبوع. مش هدف الاسبوع. هدف حلو قوي. علي الفرارجي لاعب بترول اسيوط. شكرا للتصوير. طبعا. دي مباراة ديروت وملاوي وانتهت 0-0 يا استاذ احمد. عايزين برضو معلش يعني ايه في بعض الماتشات عايزين الانديه بتاعت الصعيد تهتم بالتصوير افضل من كده عشان نعرف كويس. ده ما كانوش بيصوروا نزعلكم الماتشات. خلي بالكم اذاعه الماتشات دي والحاجات اللي احنا بنذاعها دي ده تسويق للانديه دي للانديه وتسويق للعيبه يعني في بص الجون ده يا كابتن ده اتلغى. بص اتلغى بقى. وطبعا يعني انا شاكك لان كان فيه هو مغطي 2 من المدافعين. ودي ضربه جزاء ضاعت. ضاعت صدها حارس المرمى. طيب استاذ احمد قول لنا كده الجدول. اسوان في المركز الاول 33 نقطه. المنيا 29 كيما اسوان 29 بترول اسيوط 27 الالومنيوم 24 الفيوم 23 لغايه الفيوم
كل ده بينافس على الصعود. كل ده بينافس. بيروت السابع 21، طميه الثامن 20 نقطه، المدينه المنوره 19، بنسويف 18، سوهاج 18، الاعلاميين في المركز 12 16 نقطه، ملاوي 15، تليفران بنسويف 11، قبل الاخير هنا 10 نقاط، ثم اخيرا البداري 8 نقاط. الفرق كده ما بين اسوان والمنيا وكيما اسوان 4 نقاط لصالح اسوان. كل الفرق. وبترول اسيوط قرب كمان. بص يا كابتن، في حاجتين هيقلبوا الموازين بعد فتره الانتقالات الشتويه ديت. كل اللعيبه الجديده هتغير شكل المجموعات دي. طب وفي التوقف قبل رمضان هيعمل دروب، وهتشوف هيعمل دروب كبير مع انديه بتنافس وانديه بت ايه. طيب هقول لك الماتش تقول النتيجه. ماشي. توقعك يعني الاسبوع اللي جاي البداري مع تليفونات بنسويف. تليفونات بنسويف يكسب. المنيا وقنا. المنيا يكسب. سوهاج واسوان. يعني ممكن تعادل. الاعلاميين وطاميه. وطاميه يكسب. كيما اسوان وبنسويف. كيما اسوان يكسب. الالمونيوم وبترول اسيوط. الالمونيوم يكسب. فيوم وملاوي. الفيوم ملاوي يكسب. المدينه المنوره وديروت تعادل. نروح سريعا، خلي بالكوا ده احنا لسه في توقف دلوقتي. آه. لمده اسبوعين، يعني الماتشات دي لسه قدام. بالظبط. يعني مش الاسبوع الجاي، دلوقتي كده انتهى الدور الاول، ففي توقف لمده اسبوعين. الماتشات تبدا ترجع يوم 27. ترجع يوم 27. ترتيب الهدافين يا كابتن. بعد بعد الجوله 15، وائل علي الالمونيوم 9 اهداف، حسن ديالو كنا 9 اهداف، محمد مناح كيما اسوان 7 اهداف، جيمس تيدي المنيا 7 اهداف، وليد عطيه بترو اسيوط 7 اهداف. تمام. نروح للمجموعه الثانيه، مجموعه القاهره والقناه، وحصل دروب لزد بقى له 3 4 ماتشات بيتعادل بيخسر. اول هزيمه. اول هزيمه. وحرس الحدود، هما فرقتين ما تهزموش في الدوري. هزيمه واحده بس، حرس الحدود وزد. وزد دي اول هزيمه لزد السنه. اول هزيمه لزد. كل الدبل كان زد راكب الجدول، لكن اخر 3 4 اسابيع 3 تعادلات وخساره. بص الحلول الداخليه ركب. الحل الوحيد في زد هو تعديل مسار خط الهجوم. لازم اتنين مهاجمين كويسين. تعاقد مع مهاجمين. لازم، هو ده يحل. طيب. المشاكل. خلينا نشوف كده النتائج في المجموعه الثانيه. خلي بالكوا دي الجوله ال 15 اللي هي اخر مباراه في الدور الاول. بتروجيت والسكة الحديد 1-1، بنها وبورفؤاد 2-2، الداخلية فاز على بلبيس 1-0 بصعوبة وتصدر المجموعة، النصر ومنتخب السويس 0-0، انتاج الحربي والترسانة 1-1، المريخ والمصرية اتصالات 0-0، دجلة بيفوز على زد في ملعب زد 2-1، وبورتو السويس والقناة تعادل سلبي 0-0. نبدأ كده أول مباراة معانا، مباراة بتروجيت والسكة الحديد في ملعب بتروجيت اللي هو ملعب بترو سبورت. ده الهدف الأول للسكه الحديد كان عن طريق اسلام فتحي، وبعدين اتعادل بتروجيت بهدف اسلام هشام. والله حاجه كويسه جدا ان جمعه مشهور ياخد الفرقه انه يتعادل مع بتروجيت او الفرقه اللي بتنافس على الصعود، حاجه جميله والله. جمعه مشهور دي مباراه بنها وبورفؤاد، وبنها برضو بيرجع مع هاني لبيب. ان شاء الله مع فتره الانتقال الشتويه اللعيبه الجديده يقدر يدعم. بورفؤاد تقدم بهدف بورفؤاد لابس ازرق، تقدم بهدف احمد الشناوي، وبعدين الهدف الثاني لبورفؤاد محمد مصطفى. بورفؤاد كان كسبان بنها 2-0 بالظبط في ملعب اسكو اللي هو ملعب بنها. وبعدين بنها بقى تعادل 2-2، يعني بورفؤاد كان قريب جدا ان هو يكسب، ولكن قدر بنها يرجع تاني المباراه. ده هدف الاول لبنها. برضو حسن زكريا على فكره الاجوان كلها لغايه دلوقتي ضربات راس. ضربات راس. فاولات وضربات راس. انت بتاخد بالك من الحاجات دي قوي. ما باينه. وده الهدف التعادل لبنها في الشوط الثاني. ضربه راس برضه. بس خبط في القائم ورجع. بس ضربه راس. طب ده احمد وجيه اللي جاب الهدف التعادل لبنها، وانتهت مباراه بنها وبور فؤاد بالتعادل الايجابي 2-2. مباراه الداخليه وبلبيس 1-0 لصالح الداخليه، اسماعيل بامبا من ضربه جزاء، والماتش ده خلى الداخليه ترجع للصداره. ترجع للصداره بفارق نقطتين عن زد. سيد عيد خبره برضه، ومدرب يعرف يشتغل كويس. طبعا. ويعرف يشتغل تحت ضغط، ويعرف يشتغل مدرب، مدرب كورة. دي مباراة الإنتاج الحربي والترسانة. الإنتاج الحربي لابس أصفر والترسانة أزرق. محمد مجدي كريسبو. محمد مجدي كريسبو ده أنا اللي كنت جايبه الترسانة. أيوه. بس ده مش كريسبو. كريسبو. وخلي بالك كريسبو. الإنتاج لعب في ظل إصابات 7. وبعدين الإنتاج الحربي تعادل. اسمه إيه؟ تريب. تريب محمد نصر. تريب محمد نصر. محمد نصر. محمد نصر. كابتن طارق السيد ماسك الترسانه. ايوه. والكابتن عبد الناصر محمد. عبد الناصر. كابتن عبد الناصر محمد. برضه النتائج كويسه مع كابتن عبد الناصر محمد. هو اسمه محمد نصر. محمد نصر. أيوة. ده مهاجم دمنهور السابق. أيوة. من بلديه المحله. ايوه بالظبط كده. دي مباراه زد ودجله في ملعب زد هنا في 6 اكتوبر،
وتقدم دجله علي حسين. الهدف الاول لدجله، طبعا دجله بالتيشيرت الاصفر وزد بالتيشيرت الاسود. وبعدين في بدايه الشوط الثاني دجله برضو قدر يجيب الهدف الثاني تسديده عن طريق احمد الالفي. احمد الالفي ده كان لاعب نادي الاتحاد السكندري، ولعب في اسوان ولعب في اكتر من نادي، وانتقل لدجله. تقدم دجله 2-0 على زد. الهدف ده جه في اول الشوط الثاني. عبد الباقي جمال بصراحه عامل شغل في مجموعه القاهره، ولا الدوري ممتاز. وبعدين رجع تاني للماتش فريق زد عن طريق اوين. اوين كابتن وليد صلاح الدين كان بيقول لي هو اللي تعاقد مع اوين، و2-1. وبعديها يعني زد ضيع بعض الفرص، كان ممكن يتعادل، ولكن قدر وادي دجله يحافظ على تقدمه. بورتو السويس والقناه 0-0 في ملعب الفرع للدفاع الجوي اللي هو ملعب بورتو السويس. ايوه. المجموعه دي مين يصعد؟ صعب. مين يصعد؟ زد كان فارق 5 نقط يعني، ديت والداخليه حصلوا دي لاخر جوله، مش هتعرف مين اللي يصعد. خلي بالك دجله قرب، بتروجيت قرب. في فرق، 5 فرق زي الصعيد، بورتو السويس بالظبط. اما بحر يعني تعتبر يعني المنافسه محسومه، الاولمبي والحرس. الاولمبي والحرس ومن بعيد نادي البلديه طبعا. دي المباراه دي 0-0 ما بين بورتو السويس والقناه. النصر برضه تعادل مع منتخب السويس 0-0، والمريخ مع المصريات الاتصالات 0-0. جروم فيليب لاعب السويس انتقل لنادي سموحه. والله. جروم فيليب. واحمد فوزي سبورتنج، لاعب نادي سبورتنج، راح بيراميدز مقابل 1.5 مليون. انا قريت الخبر ده النهارده. احمد فوزي. وجروم فيليب طبعا الافارقه يعني السنه دي اكتر من لاعب راح نادي الدوري الممتاز، دي حاجه كويسه برضه. طبعا. برضو أندية الدوري الممتاز متابعة كويس القسم الثاني. يعني عشان ترتيب المجموعة ديت، الداخلية 32، زد 30، وادي دجلة 28، بتروجيت 27، بورتو السويس 25، سكر حديد 24، منتخب السويس 23، الترسانة في المركز الثامن 22. القناة التاسع، 19 نقطة، الاتصالات العاشر 16 نقطة، النصر 16، الانتاج الحربي 16، المريخ في المركز ال 13 11 نقطة بالبيز. كابتن أيمن الجبل استقال، بيقولوا في المريخ استقال ورجع تاني. رجع تاني أحمد جوهر. رجع تاني أحمد جوهر، أصله مقتنع بإمكانيات أيمن الجمل. بالبيز في المركز ال 14 11 نقطة، وأخيرا قبل الأخير بور فؤاد 8 نقاط ثم بنها 7 نقاط. لقاءات الجولة القادمة بس بعد أسبوعين. بعد أسبوعين إن شاء الله، إن في فترة توقف دلوقتي ما بين الدورين في الدوري الممتاز به. السكه الحديد وبور فؤاد يا استاذ يكسب السكه الحديد. بنها ووادي دجل. وادي دجل يكسب. النصر والقناه. القناه يكسب. بورتو السويس والترسانه. تعادل. الانتاج الحربي والمصريات الاتصالات. يعني الانتاج يكسب. المريخ وبالبيس. المريخ يكسب. بتروجيت والداخليه ماتش جامد. يعني تعادل. تعادل. زد ومنتخب السويس. زد يعني يكسب. في ملعب زد. يكسب. طيب. نروح سريعا للهدافين. ترتيب الهدافين. رفيق كابو طبعا وادي دجل 9 اهداف، كريم لالا بورتو السويس 6 اهداف، اسماعيل بامبا الداخليه 6 اهداف، سايكو نادي السكه الحديد 6 اهداف. بس طبعا انتقل الاسماعيلي خلاص، بس لسه في الهدافين، لازال مكتوب عندنا في الهدافين. عايز ادي الراجل ده حقه في حاجه، سايكو كان جالي خبر ان هو انتقل لامبي، وانا قلت الخبر هنا في البرنامج، وبعدين الاستاذ احمد قال لي لا لسه في منافسه الاسماعيلي وامبي، امبي لسه الاسماعيلي مش، فقلت له ده اللي اتقال لي خلاص امبي وتمام اوكي. في اخر لحظه فعلا زي ما قال الاستاذ احمد القصاص، سايكو راح الاسماعيلي. لا وحاجه كمان، ولعب النهارده ماتش، لعب النهارده ولا وحاجه كمان، وانت قلت ان اف سي مصر، لا هو زد ما فيش اف سي مصر، قلت لك لا مكتوب في الجدول زد اف سي، لا مكتوب في الجدول، لازال مكتوب الجدول عندي وبعته لك على الواتس. مصمم انت برضه؟ هو زد اف سي ده كابتن وليد صلاح قال لي زد اف سي، هو لكن لازال في اتحاد الكوره. لا خلاص هم غيروا اسم النادي، المسمى بتاعه كده، هم باعتين الجداول. والله والله. طيب هنطلع فاصل، ما اقدرش اوح مع الراجل ده ان هو عارف كل حاجه في الممتاز به. هنطلع فاصل ونرجع ناخد المجموعه الثالثه، مجموعه اسكندريه وبحري، بعد الفاصل ان شاء الله.
نرجع تاني مع بعض ومع الاستاذ احمد القصاص الناقد الرياضي طبعا ودوري القسم الثاني دوري الممتاز بين نروح للمجموعه الثالثه مجموعه اسكندريه وبحري ونتابع برضو الجوله ال 15 اللي هي اخر مباراه في الدور الاول بالنسبه لمجموعه اسكندريه وبحري. الحمام وبلديه المحله تعادل سلبي 0-0. الاولمبي رجع للانتصارات وفاز على دمنهور 2-1، وانت قلت لي الاسبوع اللي فات ان الاولمبي هيكسب دمنهور، فعلا فاز الاولمبي على دمنهور 2-1. ابو قير الاسمده كسب الزرقاء 1-0. بايونيرز عمل مفاجاه وكسب المنصوره في المنصوره 2-1. دول كلهم قلت لك عليهم نفس النتائج فعلا. كفر الشيخ فوز على ديكيرنس 1-0. قلت لك هيكسب ديكيرنس. حرس الحدود هو اللي تعثر بقى وتعادل مع نادي المصري بالسلوم 0-0. سبورتنج فاز على الرجاء 2-1 وصيد المحله والمجد السكندري تعادل سلبي 0-0. نبدا اول مباراه دمنهور مع الاولمبي في ملعب دمنهور. دمنهور بيلعب في مباراتين مؤجلتين ده في ملعب بيها البحيره. ملعب بيها البحيره الاولمبي تقدم في ماتشين مؤجلين اتلعبوا برضو. الاولمبي تقدم، الاولمبي طبعا لابس الاحمر، تقدم بهدف محمود حميد. ده لعيب مصري ده ولا اجنبي ولا افريقي؟ لا 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 مصري. وبعدين اتعادل دمنهور عن طريق علي اوسكار، هدف حلو قوي. شوف بقى التصوير بقى محمد زغلول في مركز الاولمبي. لا جميل، تصوير حلو جدا، حاجه يعني بروفيشنال وريزولوشن حلو ولا اروع، افضل تصوير في مصر يعني. كرة اتعملت بالعرض لدمنهور. انت لعبت على الملعب ميال بحيره؟ لعبت عليه بس لعبت هو ايه بقى؟ كان حلو ده دلوقتي بقى واستاد عالمي. ده كان عالمي ده كان ملعب من احسن ملاعب في مصر. وبعدين في الشوط الثاني قدر الاولمبي يحرز هدف الفوز عن طريق حمبوزو. حمبوزو هداف مميز وخاص. بيعرف يخطف ويعرف ينهي. وطبعا كانت فرحه عارمه من عاصم زغلول بعد الماتش، دخل اوضه اللعيبه كابتن احمد ساري. كابتن احمد ساري عامل شغل كويس، مدرب كويس طبعا، ومعاه محمد صلاح مدرب جامد جدا، مدرب عام. صلاح اللي كان باك ليفت في الزمالك. لا زمالك. محمد صلاح بتاع الاولمبي بتاع منتخب الشباب. ايوه بالظبط ده الجيل اللي هو كان مع كابتن حسن شحاته حسني عبد ربه. ايوه لعب محمد صلاح. كان هايل محمد صلاح، لعيب كويس. لو هيبقى مدرب جامد جدا. دي مباراه ابو قير الاسمده مع الزرقاء. ابو قير لابس برتقاني، ايمن مزين بصراحه. ناصر رمضان هو اللي جاب الجون لابو قير. وده هدف الفوز. هدف المباراه الوحيد وهدف الفوز لصالح ابو قير الاسمده، تسديده من خارج منطقه الجزاء قنبله على يمين حارس مرمى الزرقاء 1-0. دي مباراه المنصوره وبايونيرز، هدف حلو قوي قوي لحسام باولو الهداف اللي متالق رغم ما كل شويه يكبر. مفيش تالق واجتهاد غير عادي، مكنت اهداف حسام باولو ومصطفى ملك عاملين شغل كويس قوي. بايونيرز كمان كنادي جديد. مصطفى مرعي بصراحه وسيد مرعي وحسام مرعي، شله مرعي كلها الاخوات الثلاثه. ايوه عاملين شغل جامد جدا. كابتن مصطفى مرعي طبعا المدير الفني. ده ملعب المنصوره ده. ده محمود دعبسه. لا ده مش ملعب، ده ملعب شربين. لا مش شربين. لا مش شربين. لا شربين والله. شربين لا لا شربين. استاد المنصوره ده. ده استاد المنصوره. لا 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 مش ده استاد المنصوره. ده ملعب المنصوره في مدرجات في ملعب شربين. ده ملعب شربين. انا لعبت عليه برضه. ايوه كنت رحت لعبت شويه في شربيك كده، كان كابتن طارق يحيى ماسك هناك لعبت معاه شويه. بالظبط. وضربه جزاء للمنصوره. شوف بص التصوير غيره. بص ده ملعب شربين صح. ملعب شربين. لا الاول الصوره كان فيها ايه؟ مش موضحه. لا هو كده اصل انا عارف ان هو في نجيله. المنصوره فيه مدرجات الدرجه الثالثه وكده. هدف المنصوره الوحيد كان عن طريق احمد عبد العال وفوز بايونيرز على المنصوره 2-1. دي مباراة كفر الشيخ وتكرنس. ملعب كفر الشيخ برضو من الملاعب الحلوة. مصطفى عبده طبعا. كابتن مصطفى عبده عامل شغل كويس مدرب كفر الشيخ. محمد نبيل بضربة رأسية بيحرز هدف الفوز لكفر الشيخ اللي لابس التيشيرت الأبيض. وأحمد عبد الفتاح بقى المصور بتاع كفر الشيخ، حاجة جميلة. ده سبورتنج مع الرجاء 2-1 لصالح سبورتنج. سبورتنج بالأحمر والرجاء بالأبيض. الهدف الأول لسبورتنج عن طريق إسلام جمارك. اسلام جمارك ده كان لعيب في فاركو وفي الاولمبي. بص بقى احمد فاروق المدرب اقل مرتب في مصر بتاع مين؟ طلع لعيب بتاع سبورت. بتاع سبورت طلع لعيبه وبيبيع لعيبه وعنده فرقه السنه الجايه تنافس على الصعود. والله طبعا هم عاملين برضه نتائج كويسه سبورتنج. رزق عبد الحليم الهدف الثاني على فكره. في احمد فوزي لاعب سبورتنج انتقل النهارده لبيراميدز. ما انا بقول لك عليها. انتقل لبيراميدز مقابل مليون ونص. ويعني احمد فوزي بيقول لعيب كويس. ده اللي جابه احمد فاروق. عينه بقى، ده المدرب اللي اشتغل في كل حاجه، عينه على اللعيب كويس في الملعب كويس، كاتشن كويس. ده هدف الرجاء الوحيد عن طريق طارق حامد. في لعيب اسمه طارق حامد في الرجاء. ايوه بس ده طارق حامد الكوبي.
دي مباراة صيد المحلة والمجد السكندري 0-0. تصوير برضو عمرو فلغلي في المحلة حاجة جميلة يعني بصراحة، الناس اللي بتصور دي بتبذل مجهود. 0-0 المباراة دي، صيد المحلة والمجد السكندري. صيد المحلة بتشيرت الأبيض والمجد بتشيرت الأزرق. كل الاهداف تقريبا معانا، لان في عندك اكتر من 7 مباريات تعادل. ايوه في ماتشات 0-0 كتير، يعني 20 ماتش معانا بالظبط. انت جايب لنا كل الماتشات. الله، بشكر استاذ احمد قصاص طبعا على مجهود الكبير، وفريق الاعداد وفريق الاخراج، واحمد عصام بصراحه مجهود طبعا. احمد عصام هايل. طبعا بقيه الدينامو احمد درويش. طب ما الدرويش طالع رجع رايح رايح الكاميرون تاني، راح الكاميرون يوم الاربعاء، اتبهدل هناك ورجع. لا رايح يوم الاربعاء عشان هيجيبوا لنا بقى كواليس كتيره من هناك ان شاء الله. بطل احمد درويش هو ومحمد عراقي واحمد سعيد مخرجنا، الاثنين في يعني مجموعه عمل طالعه من قناه الحياه. يوم الاربعاء ان شاء الله هنجيب بقى كواليس مباراه مصر والسودان، وبرده مراسلنا ايهاب النحاس. ان شاء الله يبقى يوم حلو كده، مصر تكسب يا رب ويعملوا يوم حلو، يجيبوا لنا لقطات حلوه من هناك. طيب يعني دي الماتشات اللي اتلعبت في مجموعه بحري. حرس الحدود كمان اتعادل مع المصري بالسلوم 0-0، الرجاء وصيد المحله في احد المؤجلات 1-1، ودمنهور ابو قير الاسمده برده 0-0 في المؤجلات. نروح للترتيب الاولمبي 31 نقطه، بص بقى يعني الغايه حرس الحدود 30، كفر الشيخ 29، ديكيرن 27، قريبين من بعض قوي، 25، بايونيرز 24، لغايه بايونيرز ابو قير. لا ولغايه ابو قير الاسمده والله، لغايه ابو قير ليه بقى ابو قير؟ اصل لما انت معاك مدرب خبره ايمن المزين مش هيسيب المنافسه. لا و8 بونت مش كتير، لسه دور كامل. 23 نقطه المجد، 23 نقطه سبورتنج، التاسع 20 نقطه، مصر بالسلوم 18، المنصوره 18، دمنهور 12، الحمام في المركز ال 13 11، الزرقاء 9. الزرقاء عندها فرقه كويسه جدا والله، بس بتغلبوا على ارضهم. والله عندها فرقه كويسه جدا، النتائج مش حلوه. حاج سمير موسى عامل فرقه روعه، بس بتغلبوا كتير. الرجاء في المركز قبل الاخير 8 نقاط، صيد المحله 7 نقاط. نروح سريعا نشكر الاول الناس معانا في المحافظات. طب قبل بس ما اقول لك النتائج، النتائج الايه بتاعت الاسبوع، الجوله الاخيره، الجوله القادمه بقى. القادمه 16 البلديه مع الاولمبي، في البلديه في المحل، يعني في المحل هيبقى تعادل دمنهور والزرقاء. دمنهور يكسب المره دي الزرقاء بعد التدعيمات. ابو قير الاسمده وبايونيرز تعادل. المنصوره ودكيرنس، دكيرنس ممكن يكسب المنصوره. كفر الشيخ والمصري بالسلوم، كفر الشيخ تعادل. حرس الحدود والرجاء، حرس الحدود يكسب. سبورتنج والمجد، يعني ممكن المجد يكسب سبورتنج. الحمام وصيد المحل، الحمام يكسب. طيب قول لنا بقى ترتيب الهدافين. حسام باولو 8 اهداف بايونيرز، محمد حنبوز الاولمبي 7 اهداف، جابر سالم من مصر والسلوم 6 اهداف، طه ابراهيم الاولمبي 5 اهداف، كريم اشرف بلديه المحله 5 اهداف، كابتن كريم. برضو الهدافين الاجانب في مصر عشان الناس تبقى عارفه بعد نهايه الدور الاول، الحسن ديالو انا 9 اهداف كاميروني طبعا، رفيق كبو التونسي 9 اهداف، جيمس تيدي المنيا طبعا جنسيته نيجيري 7 اهداف، اسماعيل بامبا الداخليه 7 اهداف سنغالي، سايكو جامبيا السكر الحديد 6 اهداف، جيروم فيليب منتخب السويس غانا 4 اهداف، كريستوفر مادونجا الترسانه 4 اهداف كاميروني، موسى اولوري 4 اهداف كفر الشيخ غينيا، ستيفن اشلي 3 اهداف الالومنيوم، اوين زد 3 اهداف، سامي قعدان هدفين ديروت، يعقوب كمارة هدفين سوهاج، كرافالا ابو قير هدفين، ستيلي اوتاشي وادي دجله 2، سيرجي فالو 2 ديكيرنس، احمد سالم مركز شباب طميه 2 موريتاني، كواما يوبا بترو اسيوط غاني هدفين، وطبعا لكل من هدف محمد رمضان، حسين سمير، فولورين، كازيم باليميو، اسماعيل كواندا، المهدي الهاكي، بابا ابراهيم فاي، بابا ديوب، اميدو مواندا، مصطفى سال. كل دول الافارقه اللي بيلعبوا في كل الانديه، الهدافين اللي جابوا جوان. نروح سريعا يا كابتن كريم للناس اللي المجموعه دي احصائياتها، اجمالي المباريات 120 مباراه،
انتهت بالفوز 75، مباراة انتهت بالتعادل 45، 26 ايجابي 19 سلبي، الفوز خارج الارض 24، اهداف المجموعة 252، اللاعبين الهدافين 125 لاعب، ركلات الجزاء 34، سجلت 25 وهدولت 9 ركلات جزاء، 41 مدير فني تم تغييرهم ما بين الإقالة والاستقالة. نشكر كل الناس طبعا اللي شاركونا في الأهداف اللي بعتوا لنا، وادي دجلة محمد عبد الفتاح، السكة محمد جمال، بطرق الصوت ياسر سمير، طمية محمود امبابي، انا احمد عباس، بن السويف محمد جمال، دكنس محمد فويل، بور فؤاد محمد سعد، ملاوي خالد مصطفى، الصعيد ملاوي برضو تاني، عمرو الدشناوي، بايونيرز مختار ابراهيم. احلى هدف الاسبوع الجول اللي جه من نص الملعب، لو يعني زملائي في الاخراج يجيبوه لنا يبقى حلو قوي نختم بيه الفقره، اللي هو هدف مباراه بترول اسيوط والفيوم، الهدف الثالث علي الفرارجي، الكره اللي عملها من نص الملعب، لقى الحارس متقدم وعملها له لوب، هدف صعب جدا ومن مسافه بعيده جدا. تعجبك انت الاهداف المميزه، بس هدف فيه مهاره، في مهاره وفي تركيز وفكر وقوه ولماح وصعبه، وبعدين مسافة ايه مسافه بعيده جدا، وبعدين ده ايه ده المشكله كمان مش هو حارس المرمى، دي مسافه بعيده وانت مستريح واقف تحت ثلاث خشبات والكره جايه لك، لا يعني اهي الكره اهي، بص حاططها منين، ده هدف الاسبوع. يعني انا بقول كده بقى، طبعا شفنا كل اهداف الموسم او ال 15 مباراه، هو ده افضل هدف في من على خط مباراة. النص يعني مش يعني مش من على الخط على خط النص فصعبه جدا. لا بص بص لا ورايحه والجون شايل بالك حواليه زحمه، يعني هو لمح كمان فعملها حلو قوي بصراحه هايل، والجون بص والجون ايه شايف والكره جايه له، صعبه وفيها دقه عاليه جدا جدا جدا. برافو علي الفرارجي لاعب بترول اسيوط، هدف رائع جدا جدا، الهدف اللي احرزه من نص الملعب. بشكرك يا استاذ احمد، الله يخليك يا كابتن، ونورتنا وتعبناك بصراحه، الله يخليك. بشكر كل مراسلنا كمان اللي جابوا لنا الاهداف الحلوه دي، بشكر كل طاقم العمل، احمد عصام كمان مسؤول عن فقره الدوري الممتاز، بشكره شكرا جزيلا، طاقم الاخراج، كل الناس، بشكر المشاهدين، بكره ان شاء الله نتقابل في حلقه جديده باذن الله.